انت بتختفي ليه؟ ده قبل المهرجان بقى، انت بتختفي ليه؟ مش عارف ساعات كده بتروح جايلي في دماغي اروح ما تلاقينيش. ليه بقى كده؟ لا والله مش بختفي ولا حاجة، بس هو يعني اللي بيتعرض مش كله كويس ومش كله مناسب، ولو الدور كويس بيبقى في حاجة تانية مش كويسة يعني، بس مفيش حاجة تانية على فكرة. لكن أنا لو جالي يعني أعمال كويسة، عملين كويسين، هعمل العملين. أنا بقالي يمكن فترة كبيرة ما بعملش، بعمل عمل واحد في السنة للسبب ده، مش لأي سبب تاني. بعد يمكن أسبوعين أو ثلاثة هبدأ أستكمل تصوير دوري في مسلسل السلطان والشاه. احنا كنا توقفنا رمضان اللي فات لأنه الوقت كان زنقنا. المسلسل ده مسلسل تاريخي بيتكلم عن الدولة العثمانية سنة 1520. دي مرحلة جميلة جدا في الدولة العثمانية، ويمكن ما حدش تطرق لها كتير. مسلسل صعب جدا، أتمنى أن دوري فيه يعجبكم. والجديد عندي لسه ما فيش جديد، لأنه يعني 4 حلقات من مسلسل جولي مثلا مش عارف أعمله ولا لا، يعني لسه بدري شوية، قدامنا شهر أو كده يمكن الواحد يكون عنده جديد إن شاء الله. توعدني تعمل شهر تاني؟ أنا نفسي والله، أنا بحبه جدا. ما تقطعش قلبي بقى عشان الموضوع ده مضايق حبيبي.